هذه الحملة الدعائية استخدمت روسيا لغة التذكير بالاستعمار، حيث إن ما يمس هذه الدول الأفريقية هو استذكار حقبة الاستعمار، وبالتالي ما نشهده هو ارتباط هذه الدول الأفريقية بهذا الخطاب المضاد للغرب، خاصة مع وجود بعض الفصائل المسلحة في بعض هذه الدول الأفريقية مثل مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وفي بوركينا فاسو التي بدأت تنتفض ضد أنظمتها، ولتعزيز قواهم يلجؤون لمثل هذه الجماعات المسلحة مثل فاغنر. على مدى السنوات الأخيرة كانت معظم العمليات في منطقة الساحل ضد التنظيمات الإرهابية مخصصة فقط لمكافحة الإرهاب ولم تكن سياسة طويلة الأمد، كما لم نشهد تحولا كبيرا من حيث خفض الوجود الإرهابي في منطقة الساحل، وهذه الجماعات الإرهابية ستبقى نشطة وفاعلة في المنطقة مستخدمة علاقاتها لمواصلة عملياتها وكسب التأييد. ليس لدينا وجود عسكري روسي هنا، بالتالي تبقى هذه التنظيمات الإرهابية محافظة على عدم استخدام لغة أن القوات الروسية هي قوات مستعمرة غازية، بل يتحدثون عن المزايا العسكرية للوجود الروسي، ولا أظن أننا سنرى أثرا يذكر لذلك على عمليات التنظيمات الإرهابية لطالما كانت هناك عمليات لمكافحة الإرهاب.